بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أتقدم بالتهنئة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ملهمتي ومثال وقدوة لكل امرأة بإنسانيتها وقيادتها ودعمها اللامحدود للمرأة في كل المجالات. إن ما وصلنا إليه اليوم من إنجازات للمرأة الإماراتية هو نتاج الاستثمار والدعم اللامحدود الذي أولته قيادة دولة الإمارات للأسرة الإماراتية وللمرأة على وجه التحديد. أنا وزميلاتي في القطاع الصحي نلمس كل التقدير والدعم من القيادة الرشيدة، مما يدفعنا لبذل المزيد في خدمة هذا الوطن وخدمة الإنسان على هذه الأرض الطيبة. تحية لكل امرأة عاملة وأم وربة منزل لما تقوم به من دور عظيم وإسهامات لدعم مسيرة التقدم والوقوف جنبا إلى جنب مع الرجل لنحقق التكامل المجتمعي. أختكم الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة.